مرحبا، كاميرا الإخبارية السورية اليوم متواجدة معكم بكواليس العرض الفني والمسرحي هنا اثنين لنتذكر هالعرض يلي بدوم نخبة من الفنانين السوريين والموسيقيين. فيه رح يتم إحياء لذكريات مسرح الشوكة. كيف عم تكون أجواء البروفة الأخيرة؟ خليكن معنا. كل علامة مضيئة في تاريخنا الفني والثقافي والنضالي أيضا لازم يبقى حاضر دوما، لأنه هذا بيعطينا ثقة بنفسنا وبيخلينا ننطلق بشكل أقوى إلى مستقبل أفضل. هذا يعني واجب إنساني وجداني وطني، مو بس أنا، يعني أي فنان يتحتم علينا كلياتنا، خاصة نحن يعني هذا ما له علاقة، أنا عم بقدر أعتبره ما له علاقة بالأزمة هلا، لكن له علاقة بأصالتنا بماضينا. تنتذكر كل شيء أصيل من التراث، وخصوصا أنه أنا بدي غني موشح محتيالي لأبو خليل القباني، أنا بحبه كتير هالموشح، بغنيه وقت ما كنت صغيرة. أنا بالنسبة لي بحب شارك مع الأستاذ دوريد ومع كل أكيب العمل، لأني بذكرني حقيقة بالمهرجانات اللي كنا نعملها بحلب. وقت بكون احنا عم نتذكر جزء من تاريخنا الفني الأساسي الكبير العريق التقيل مثل الكبير أبو خليل القباني والكبير الأستاذ عمر حجو الله يرحمه، فنحن بنكون عم نحافظ على هويتنا الوطنية ومنضل محافظين على ملامحنا الشخصية، وبنكون عم نأكد انه نحن كل هاي عمليات الطمس اللي بتحاول تلغيكي انتي، غير قصة الحرب اللي إلها علاقة بالوجود، في حرب تانية بتتمارس علينا كل يوم. أهم شيء الرسالة الإنسانية اللي هن بدهم يصدروها من خلال هذا العروض. الشغلة التانية محبة الموجودين القائمين على أحباب اللي هن أحباب يا بلدي، اللهفة تبعيتهم والقدرة على أنهم يكونوا طوال الوقت عم يفكروا بالناس اللي تعبت بهاي الحرب اللي نحن كلنا تعبنا منها، بس هن موجودين ضمن هاي الحرب بس قادرين يفكروا بغيرهم. حقيقة الشيء الوحيد لازم نتذكره دائما هو هدف هاي الفعالية، يعني واحد من أهم الأسباب اللي أنا متواجد فيه يعني هون مشان هذا الموضوع، إنه هذا الريع وين اللي حيروح وين اللي حيستقر وشو هدفه. هذا الهدف النبيل أكيد رح يكون معه. أول شيء أنا بدي أتشكر العراب دوريد لحام إنه خلاني يكون موجود بهاي الفعالية، وبدي أتشكر جمعية هنا لنا. أكيد الشيء اللي عم نعمله نحن عم نعمله فري مجانا، عم نعمله لكل رجال الإطفاء الموجودين بحلب، ريع الحفل حيروح لإلهم. هذا موقف منا للشيء اللي عملوه لنا. لكي لا ننسى نتذكر، لكي لا نغفل عن ماضينا ونحترم حاضرنا ونستحق مستقبلنا نتذكر. هنا لنا عدد بنسختها الثانية لتكون رسالة سورية ودعوة للمشاركة الوطنية الفعالة في دعم الجنود المشغولين من رجال الأطفاء والكهرباء والإسعاف والمياه في محافظة حلب. من دار الأسد للثقافة والفنون، نيرمين عمار.